إنني مر علي ظروف لم أكن أؤدي فيها صلاة الجمعة لسبب وهو بعدي عن المسجد، ولم أجد الوسيلة التي تنقلني إلى المسجد، ومر على هذا الوضع مدة 3 شهور، فهل يطبق علي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من ترك 3 جمع طبع الله على قلبه، وهل هذا الحديث صحيح؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. نعم، الحديث المذكور صحيح في الوعيد على من ترك صلاة الجمعة أو ترك 3 جمع، ولكن هذا في حق من تهاون بها، أما من تركها لعذر شرعي فإنه لا يتناوله الحديث. وما ذكره السائل من أنه بعيد عن المسجد وليس له وسيلة نقل، فإذا كان هذا هو الواقع وكان لا يسمع النداء فإنه لا يلزمه حضور صلاة الجمعة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فعلق السعي لصلاة الجمعة بسماع النداء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع النداء فلا صلاة ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فإذا كنت بعيدا عن المسجد الجامع بحيث لا تسمع المنادي إذا نادى للصلاة فلك العذر في ذلك، وإن تحملت المشقة وحضرت فهو أعظم أجرا لك عند الله سبحانه وتعالى. إنما الكلام في اللزوم والوجوب وعدم الوجوب. نعم.